مشاهدينا مساء الخير، اهلا بكم، لقاء متجدد على شاشه الاسكندريه وقضايا ساخنه، قضايا كثيره عديده مشاهدينا الاعزاء نناقشها على الهواء مباشره. طبعا كل الاخبار والدنيا تتحدث حديث من القلب عن مؤتمر المناخ في ايام وساعات قليله ان شاء الله هتستقبل مصر العديد والعديد من الدول. والحقيقه فقرتنا الثانيه هتكون عن المناخ، واحنا دائما في قضايا ساخنه بنحدد فقره خاصه بالمناخ منذ شهور طويله لاهتمامنا واهميه ما يحدث بالفعل في المناخ، لكن حقوق الملكيه الفكريه. ابسطها مثلا اما تكتب انت بوست وبتبقى عندك عصف ذهني وبتتكلم عن حاجات مهمه كده، وبقول ايه بلطف بصنعه لطافه كده يقوم حد عامل له بيست وكوبي ويقوم نقله عنده او يعمل له شير، وحتى ما يقولش ان هذا الكلام او الحديث او كل ده هو منقول من فلان الفلاني. ودي على فكره حاجة مش عيب ان انا اقول نقلا عن دكتور بدوي، نقلا عن فلان الفلاني، ايه اللي عيب في كده؟ لانه مش ممكن يكون توارد الخواطر بالالفاظ والنقاط والفواصل، صعب جدا، صعب جدا ان يحدث ذلك. طيب هل القانون جرم هذه المسألة وحرمها بشكل كبير جدا؟ تفاصيل أكثر نعرفها من دكتور محمد بدوي، مدرس القانون المدني والملكية الفكرية بكلية الحقوق، والحديث عن الاستراتيجيات القادمة في هذا المضمار. أهلا بك يا دكتور، نورتنا. أهلا وسهلا بحضرتك، ازي سعادتك. أهلا وسهلا بك دكتور. خلينا نتكلم في الحاجة البسيطة بعدين ندخل على الاقتصاد ويعني حقوق الملكية الفكرية في أشياء كثير. صحيح، زي ما حضرتك أشرت يعني إن حقوق الملكية الفكرية دلوقتي عليها اعتداءات ومهدرة بشكل كبير، خاصة مع انتشار وسائل الاعتداء عليها، وبقت سهل أي حد ممكن يوصل لأي عمل تعب فيه حد غيره واجتهد وابتكر فيه وأنتج إنتاج جديد هو يستولي عليه وينسبه لنفسه. فطبعا يعني احنا الحمد لله عندنا من القوانين ما تحمي هذه الحقوق، وفي المقابل دلوقتي في استراتيجية للدولة ماشية فيها لحماية الملكية الفكرية جديدة، يعني إن شاء الله تكون أحسن. كلمني عن القانون وبعدين نقول عن استراتيجية الدولة والاقتصاد ومؤتمر الاقتصاد القادم، وهل بالفعل هنقدر نحمي حقوق الملكية في أشياء كثيرة جدا. يعني أنا بشوف ناس حتى زي مثلا إحنا أنا عملت فرانشايز أو حاجة لنفسي، حد بياخدها ويحط قبليها ألف ولام تنتهي، لو انا قضيته الموضوع بينتهي. طب ما انا كده بهدر اقتصاد كبير جدا، يعني عشان تعمل اون بزنس، يعني عشان تعمل مشروعك اللي انت، وعلى فكره ده في دراسات كبيره جدا ازاي تعمل فرانشايز، ازاي تبقى انت علامه تجاريه وفجاه حد يحط لك الف ولام. صحيح صحيح، تروح تقضيه دكتور يقول لك مش مختلف. بصي، هو يعني حضرتك قلت حته مهمه جدا، هو الاهتمام بالملكيه الفكريه طبعا ما فيش حاجه بنهتم بيها الا لما يكون عشان بيها اثر، فحضرتك قلت الاقتصاد، فهي كلها منظومه متكامله مع بعضها، ودخل فيها دلوقتي الاستدامه كمان، يعني الحته بتاعت الاستدامه مع المؤتمر الاخير، فهي منظومه متكامله. حمايه الملكيه الفكريه جاءت نتيجه للاثر الكبير اللي بنسميها او تتسمى النو هاو، المعرفه نفسها، ان تعرفي تعملي كذا، فالابتكار او المعرفه او الانتاج الجديد دوت ليه قيمه اقتصاديه اكبر الدول ان هي تهتم بمساله الملكيه الفكريه. وبالتالي نشات قوانين ونشات منظمات لحمايه الملكيه الفكريه، ومصر برضو من اوائل الدول اللي اهتمت بمسائل الملكيه الفكريه طبعا باشكالها المختلفه. طبعا الناس كلها لما بتتكلم عن الملكيه الفكريه بيجي في بالها الملكيه الفكريه الادبيه فقط، او يجي في بال، لا، الملكيه الفكريه مجال واسع، يعني احنا عندنا قانون 82 سنه 2002، اما اتعمل في 2002 جمع مجموعه من القوانين، كان الملكيه الفكريه متوزعه في اكثر من قانون. أيوة. هو جمع كل الحمايه في قانون واحد، ونامل بقى في التطور الجديد ده ان هو يجمع كمان مكاتب الحماية في قانون واحد أو طيب. في مكان واحد. دكتور، ناس كتير جدا من الباحثين في درجة الماجستير والدكتوراه بيقولوا لك احنا تعبنا ويعني
ابحاثنا بتسرق، وفي ناس متخصصه متخصصه فعلا في كتابه رسائل الماجستير والدكتوراه بالاقتباس. طب نحمي الناس ازاي من هذه الموقعه الخطيره جدا، ان انا اقعد 4 5 سنين عشان اعمل حاجه وبعد كده حد ياخدها يعني وبسهوله شديده. هو دلوقتي الحمد لله يعني طبعا الكلام ده فعلا موجود وبكثره، بس الحمد لله دلوقتي بقت اي رساله دكتوراه او ماجستير بتتناقش تخش على اللي هو البروجريزم دوت اللي هو فبقى اللي هو الاقتباس، ده يشوفوا نسبه الاقتباس ببرامج كمبيوتر برضه. لا، هو المفترض ان انا باخد من اللي قبلي في تخصصي، صحيح صحيح اخد من اللي قبلي، لكن لازم اذكر انه انا اخدم دكتور بدوي، صحيح. لازم اذكر بس ان لا انا دلوقتي الناس تاخد كوبي وبيست لا ما وخلاص بقى ينفعش دكتور، ما ينفعش، فدي ما هو سرقه واعتداء. صحيح دي صحيح سرقة يعني. سرقه يعني انا سرقه بنات افكاري اقعد اكتب بعدين حاجة تسرق مني، مش معقول يعني. ده اعتداء صريح يعني. فدلوقتي في حكايه اللي هي ان يشوفوا مدى الاقتباس ونسبه الاقتباس، في نسبه طبعا مقبوله زي ما حضرتك بتقولي كده، ممكن نسبه مقبوله، والاشاره للمراجع اللي انت وصلت لها كده، انت ما احنا بنبني على اللي قبلينا يعني، انت بتيجي بحاجه جديده، بتيجي بحاجه صغيره، مش لازم كل اللي انت عملته. فهو بينسب كل العمل لنفسه دون اشاره، دي طبعا اعتداء على حقوق الملكيه الفكريه، بس دي الجزئيه الادبيه يعني الملكيه الفكريه الادبيه. فالملكيه الفكريه الاقتصادية بقى ازاي نلمهم كلهم في هيئة واحدة او مكان واحد، يعني اقتصادية ولا مادية ولا ادبية، كل هذه الاشياء نقدر نلمها ازاي في منظومة واحدة في هيئة واحدة. الجميل في المؤتمر الاخير بقى اللي هو اتعمل اللي هو خاص بالاستراتيجيه الوطنيه لحمايه الملكيه الفكريه، الاجمل في المؤتمر ان تحسي ان الحمد لله سمعونا اخيرا يعني، في سمعونا. انا ليا كتب في الملكيه الفكريه بتتكلم عن الوجوب ان يتعمل في مكان مركز يتجمع فيه عشان نقدر نحمي الاشكال المختلفه للملكيه الفكريه دي في مكان واحد. فالحمد لله يعني استمع علينا اهل التشريع، وفي استراتيجيه ماشيه في الدوله دلوقتي، وبداوا يعملوا ضمن الحاجات اللي بيعملوها، هيعملوا حاجات كتير من ضمن الحاجات في الاستراتيجيه الوطنيه لحمايه الملكيه الفكريه، ان يبقى في مكان موحد، وده بتاخد بيه كتير من الدول يعني نسبه كبيره من الدول، لان احنا عندنا الانظمه حمايه الملكيه الفكريه 3 انظمه، اما انظمه مكاتب مختلفه او اماكن مختلفه لحمايه ايوه الملكيه الفكريه، وده اللي واخده بيه مصر، ايوه وده تقريبا بيمثل 10% بس من النظم العالميه، وفي 50% من الدول بتاخد بنظام المكان الواحد، ايوه وده اللي ان شاء الله مصر متجهه ليه في الفتره الاخيره ده. وده ميزته بقى ان حضرتك ممكن تعملي شكل ابداعي بسيط زي التليفون اللي مع حضرتك، هو الشكل الابداعي ده فيه كذا شكل من اشكال الملكيه الفكريه يعني، تلاقي فيه علامه تجاريه، وتلاقي فيه براءه اختراع، وتلاقي فيه سوفت وير يعني حقوق ملكيه ادبيه، ادبيه حقوق ادبيه. فكل حاجه من دول احنا لو دلوقتي حبينا نسجلها هنروح مكان ومكان ومكان ومكان. تخيلي بقى حضرتك تروحي مكان واحد انت لو دوله بتعمل كده ويجي لك بعد مستثمرين، الحوكمة كمان، ولا احنا اما يجي لك مستثمرين من بره هيشوفوا ان كده في سهوله في الاجراءات، سهوله في ان انا احمي. هو في الاخر المستثمر دوت جاي عند حضرتك بيصرف فلوس، بس يهمه جدا 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 انه يحمي الفلوس دي. فيحميها ازاي؟ هو بيصرفوا طبعا ملايين مليارات على التطوير والمعرفه، والتطوير ده في الاخر هيتسرق ويتاخد كوبي منه ويتعمل ويتباع في الاسواق بسعر رخيص، ده المصروف. هو يهمه انه يحميه. طالما انت عندك القوانين والتشريعات اللي بتحمي والاليات كده، التشريعات موجوده الحمد لله عندنا من قانون 82 سنه 2002 منظومه، يبقى انت بتجذبي الاقتصاد بالتشريعات بتاعت حضرتك. حد بيقول لحضرتك انا قعدت فترة طويلة جدا احاول اعمل ابلكيشن، وابلكيشن يكون يعني بيدر مبلغ لان له استخدامات او تطبيق ناس كتير جدا هتستفيد منه، وفوجئ ان هو اتسرق. يعني ده احنا لو بندور له على حل، فاحنا عندنا دي طبعا المفروض ان هو كان على طول يبادر للتسجيل. طبعا هقول له الحل بتاعها، بس يعني كان الواجب عشان غيره لما يعمل، اول ما اعمل حاجه زي كده وبادر الى ايداعها، يعني بنسميه التسجيل بس هو في الحقيقه اسمه ايداع، في مكان مختص موجود في القريه الذكيه اللي هو مكتب حمايه الملكيه الفكريه، وان شاء الله هيبقى في لو المنظومه. فروع هو ولا ملوش فروع غير القاهره بس؟ هو الاساسي في القاهره، بس ليه فروع بيعملوه في الاستثمار، بداوا يعملوا له كام فرع كده اهو، بس يعني الاساسي اسكندريه هيكون فيها فرع ان شاء الله في المنظومه الجديده هيبقى مكان واحد موحد
في بقى للابلكيشنز دي وللحاجات التانيه. اما بقى هو بالنسبه له ان هو اتسرق بقى خلاص يعني، ده من غير ما يعمل، فبرضه يقدر يحمي حقه بان هو يشوف الشخص اللي اعتدى على البرنامج ده. هو بنجيب المصدر القديم، المصدر السورس كود، السورس كود بتاعه والداتابيس بتاعته، ونراجعها مع الداتابيس التانيه، وبيبان مين اللي واخد من مين. يعني سهله زي ما تكوني بتقري كتاب. لان الجرائم الانترنت بتبان بسرعه يعني، فهيبان يعني يطمن هو في الحاجات طيب دي. دكتور، انا عايزه اسال، هل مصر اللي هتستفيد كمصر من حقوق الملكيه الفكريه، ولا الافراد، ولا الاثنين سوا؟ ولا الدول التانية؟ الدول التانية طبعا هما بقالهم سنين يعني هو سؤال حضرتك يعني اللي هو ايه، يعني هما اللي هو بقالهم دخل كده سنين بيستفيدوا. دخل في الروعه كده السؤال بتاع حضرتك ده، الله يخليك. اللي هو يعني اصلا المنظومه دي في البدايه كانت عاملاها الدول الكبرى طبعا في اتفاقيات علشان خاطر تقدر ان هي، طبعا زي ما حضرتك عارفه، هم في اللي عندهم الأدوية القدره وفي الأمراض وفي النباتات والمحاصيل فعملوا اتفاقيه طبعا. الجات واتفاقيه التريبس من بعديها، ووصلنا في الاخر ان بقت خلاص اغلب الدول العالم، معظم دول العالم عندها تشريعات خاصه بالملكيه الفكريه بتحمي الملكيه الفكريه. بس الحمد لله بدانا احنا ننتج نتاج ذهني، فبدات احنا يبقى في عندنا حاجات محتاجه حمايه الملكيه الجامعة الفكريه. اليابانية عندها حاجات كتير حلوة أوي أوي بيخدم مصر. أوي أوي أوي، يعني عندها حاضنات للأعمال ولو حضرتك تاخدي كبيرة. بالك قبل ما يبداوا في الدوله بقى، قبل ما تبدا في ان هي تعمل الاستراتيجيه دي، قبليها كان رئيس الجمهوريه بيتكلم عن ايه؟ كان بيتكلم عن ان الشباب بتوعنا ياخدوا دورات ويتعلموا. واخده بالك حضرتك المنظومه؟ أيوة المنظومه مش جت مره واحده. أيوة لا، أيوة الاول اتحط ان احنا نبتدي نشتغل على ان احنا ننتج، وبعد كده نحمي الانتاج مع المنظومه العالميه. يبقى احنا دخلنا في المنظومه الاثنين. مع جذب الاستثمارات. انت برضو شغاله على جذب الاستثمارات حضرتك، المستثمر مش هيجي لك قلنا غير عشان يحط فلوسه ويشتغل معاكي ويستخدم الشباب بتوعك. احنا عايزين كده، احنا عايزين مستثمرين. ما انت عندك استثمار داخلي واستثمار خارجي، الاستثمار الداخلي بقى مطمن، الخارجي لما يجي لازم يبقى مطمن برضه. فلما هيجي الخارجي وعنده منظومه الحمايه دي برضه يبقى ضامن، وفي الاخر كله بيساهم في نمو الاقتصاد الوطني. لكن الأفراد يستطيعوا والدولة تستطيع، يعني كل الدولة الناس لها عائد وفائدة من حقوق الملكية الفكرية. لو جابتها لولادها هيقدروا إن هم هتستفيد هي الأخرى. صحيح صحيح. طيب، نماذج أو نقاط سريعة كده حضرتك تقولي. الشباب اللي بيشوفنا، ناس كتير جدا بتحاول إنها ما تكونش شبه حد، يعني انها يبقى عندها براءات اختراع وانها تعمل حاجات. والشباب على فكره كليه الهندسه فيها تجمعات كثيره جدا وفرق عمل وفيها دعم من الجامعه وحاجات كثيره قوي. الولاد عليهم يعملوا 1 2 3 ايه عشان يحموا كل هذه الملكيات الفكريه، بالاضافه بقى اصحاب الكتب. يعني الواحد لما يبقى عنده عصف ذهني وقاعد يعمل كتاب، حد يقوم اخذ الكتاب وهو غير بس الغلاف، لكن المضمون حشواته كلها واحد. احنا نوعين، عندنا نوعين من الحمايه، حمايه مدنيه وحمايه جنائيه. ده التشريع اللي موجود بالفعل، مش جديد. محتاجين ده من 2002. بس تطبيقه مستاهل. احنا الحمد يعني لله اليات التطبيق بتبقى صعبه دكتور. برضو اتذكر في 2005 كده نشات حاجه اسمها المحاكم الاقتصاديه. ايوه طبعا، والمحاكم الاقتصاديه طبعا دي بقت هي المختصه بمسائل الملكيه الفكريه. فميزه وعلى فكره وقتها مش طويل، المحكمه الاقتصاديه ده بتحكم بالظبط سريعا، بس بالظبط هو من كتر قضايا الانترنت هم بقى عندهم يعني عبء. زاد العبء عندهم، بس لا زالت بالظبط. احكامها سريعه واليه الحكم عندها جميله. يعني بيودي حضرتك ممكن الاول ممكن تخلصي الموضوع بشكل ودي، بعدين تحالي للمحكمه، ما عجبكيش الحل يتحال الامر للمحكمه ويتحكم حكم سريع، وبقت الاحكام بتاعتها نهائيه لغايه 500,000 جنيه. فيعني انت مش محتاج بقى لسه، مش هتستنى استئناف ولا هتستنى بالظبط، لا خلاص هيتحكم في الحكم بشكل سريع. فالحمايه الجنائيه موجوده، والحمايه المدنيه، والحمايه الجنائيه بترهب، والحمايه المدنيه بتعود على المجني عليه بالتعويض، فبيستفيد بالخساره اللي خسرها بالتعويض. طيب، بالنسبة حضرتك بتقول ده بالنسبة للبراءات الشباب الاختراع، لكن الكتب.
هي المنظومة عندنا واحدة، كله احنا ما قلنا جمعنا يعني القوانين مش كلها. هتفرق، يعني لو انا مثلا في شباب هم هو ده اللي شغلني عن حضرتك، شباب كتير عامل من كلية الهندسة عاملين غواصة، دي براءة اختراع. يعني يتوجهوا لفين طيب هي براءة، احنا قلنا براءة اختراع بالشكل العام بالمنظور عام، بس عارف حضرتك لما تخش في التفاصيل ممكن تلاقيه ممكن يحمى بأكثر من وسيلة. زي يعني مثلا دخلنا الإعلان عنها في مثلا يا الغواصة، دكتور؟ في الغواصة لا انا لا، الآلية هتبقى في جهات بس أكتر من جهة. يعني الغواصة دي حضرتك فيها تفاصيل تدخلها براءة الاختراع وقابلة للتطبيق الصناعي فتخش براءة الاختراع. طب التصميم بتاعها ممكن يكون التصميم بتاع الغواصه دي تصميم مميز بيساهم في سرعتها، بيساهم في ادائها. التصميم ده يخش في حاجه اسمها التصميمات الصناعيه. ممكن يكون الشباب دول عملوا سوفت وير خاص بالغواصه دي، ده يخش في حاجه تانية اسمها حمايه برامج السوفت وير. فيعني بالمنظور العام احنا نوديها تتحمل براءات الاختراع، انما لو دخلنا في التفاصيل ممكن نلاقي كل جزئيه فيها محتاجه حمايه. ده حتى لو هم عاملين لها علامه ممكن العلامه دي نحميها، ممكن العلامة حتى نحميها. العلامة بالذات. العلامة دي أزمة كبيرة جدا، وليه؟ لأنه الولاد بياخدوا وقت، يعني ما هي زي زمان ما بتجيش كده يا دكتور. باي ذا واي، ده في ديزاينر، والديزاينر بياخد منهم فلوس وبيقعد يقول لهم لا الأحمر. ويرجع نعيد ونعمل. وبعدين ألاقي حد أخدها مني أو أخد الاسم، حاجة مش لطيفة يعني. هو يعني الفرق حاجة بين العلامة والاسم إلا لو الاثنين، كان، ما هو بص يا دكتور، العلامة بترتبط بشكل كبير بالاسم. اقول لحضرتك حضرتك ربطهم ليه؟ علشان دي بنسميها الايه؟ الايمج عند ال ايوه، التصور الذهني عند اللي هو بالظبط عند العملاء المتلقي بقى. او المشتري. العملاء بتوعه. بالظبط بالظبط. انما العلامه بتختلف عن الاسم. العلامه ممكن تكون العلامه هي الاسم، زي ادي لحضرتك مثال، احد شركات التليفونات عشان ما نبقاش بنعمل دعايه، احد شركات التليفونات المعروفه اسمها هو في نفسه علامه، عارف؟ صح، والتليفونات اسمه في نفسه علامه، في حين تليفون تاني ممكن تبقى العلامه ملوش مالوش اسمه مشهور لكن ملوش علامة تجارية. العلامه، صح. العلامه بتاعته مثلا تبقى شكل تفاح في حين هو اسمه حاجه تانية. فيبقى ففي حاجه اسمها لوجو نيم وحاجه اسمها لوجو، ده اللي هو العلامه. دي مختلفه عن النيم بقى نفسه اللي هو الاسم التجاري. الاسم التجاري ده ليه حمايه منفصله عن العلامه، ده تبع قانون التجاره طبعا بيحميه برضه، بس قانون تاني غير قانون حمايه الملكيه الفكريه 82 سنه 2002. دكتور بدوي نورتني وشرفتني، وفعلا ده شرف ليا. محاولات جادة صادقة ان احنا يكون في حماية للملكية الفكرية. على فكرة الناس مش واخدة بالها ان الدماغ دي بتبقى متكلفة كتير بص حضرتك جدا مين اكبر جدا. شركات في العالم دلوقتي؟ هتلاقي المصنفه الاولى في العالم ابل، فيسبوك و و ابل خدت في التصنيف هو اعلى دلوقتي، فيسبوك ايه دكتور غير وجوجل فكرة؟ بعديها وفيسبوك بعديها. فيسبوك ايه غير فكرة؟ طب تخيلي بقى حضرتك لو يعني الاستثمارات دي موجوده عندنا كله بحمايه الملكيه الفكريه. ولادنا بيعرفوا يعملوا ده، الله يعني يبارك. الجيل الجديد عنده يعني افكار كثيره جدا. بالظبط. نتمنى ان احنا نساعدهم. بشكرك جدا دكتور شكرا حضرتك. على تواجدك معانا، شكرا وان شاء حضرتك. الله كده ياخدوا بالهم وهما بيعملوا شغلهم. بيستخسروا يا دكتور، هو مشكله انه بيكون صحيح. خلاص فلوس كتيره قوي، فيستخسر يجيب محامي يعمل له والله شويه الدولة ورق. مبسطاها ما تتخيليش قد ايه. تسجيل برنامج الكمبيوتر تسجيله ب 150 جنيه. طيب يلا يا ولاد، يلا يا شباب، حاولوا بدل ما تبقوا زعلانين زي ابني الجميل اللي بعتلي دلوقتي قال لي ان البروجرام بتاعه او التطبيق بتاعه اتسرق وكان عامله عن الفيفا. فيعني حاول وروح سجله، وربنا كريم. والدكتور بدوي بيقول انه حتى لو اتسرق هيبقوا عارفين مين قبل مين. تحياتي يا دكتور. شرفت حضرتك جدا. المناخ وتأثير الثروة السمكية هو فقرتنا القادمة. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالسادة أعضاء